اول شيء بنقول لك الف مبروك. الله يبارك ابو عمرك ان شاء الله. احكي لنا شوي هيك عن البطوله. البطولة يعني هذا نادي أربيل الدولي، كل فترة يسوي لنا بطولة على قفز الحواجز، رياضة قفز الحواجز، وكانت المشاركة من بغداد، من أربيل، من دهوك، من كل المحافظات بالعراق، والحمد لله قدرنا نحقق المركز الأول على 80 سنتيم الحمد لله. أوكي. تحكي لي عن هذا المركز الأول، السرعة يعني بتعتمد على السرعة، بتعتمد على أنك ما ترتكب أخطاء، على شو بتعتمد؟ نعم، القوانين تقول أنه لازم تكون يعني على السرعة وعدم لمس الحواجز فوق الحصان، يعني ممنوع ضرب الحواجز، إذا وقع الحاجز يعتبر خطأ وتطلع بخارج التحكيم بأربع ثواني فولت. نعم تمام. احكي لي شوي عن حالك سيد عمر، انت من اربيل؟ أنا من اربيل نعم، ولكن انا عشت بالاردن. أوكي. لتقريبا 25 سنه ولدت بالاردن. أوكي. والحمد لله هسه رجعنا لاقليم كردستان. ومن ايمت بلشت بالفروسيه وهي؟ بلشت فروسيه تقريبا من 3 سنوات، والحمد لله مجال القفز صار لي تقريبا 8 اشهر، وشاركت ببطوله بالاردن الاسبوع الماضي. اي والله، ولكن للاسف خسرت البطوله. المهم هلا انت الحمد لله، ولكن انا الوصيف هاي ثالث مره اني اجيب الاول باربيل. ان شاء الله الف مبروك يا جماعه. ما بعرف الجمهور كثير كان متحفز، جماعه كنتوا عمر سرمس بطل، بطل والله بطل، عمر سرمس بطل، بطل والله بطل، عمر سرمس بطل. كنتوا متوقعين؟ طبعا شيء اكيد. طبعا متوقعين. الف مبروك. الله يبارك.